اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه مطبخ فاطمه. نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وان اموركم كلها غدا مزيان. اذا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن غريبه بالقهوه والتوابل، يعني بمكونات جد بسيطه كتوجد بسرعه ولذيذه المذاق، كتجي جد رائعه. غندوزو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اذا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجهم باش نوجدوا الغريبه ديال اليوم ان شاء الله، فاحنا غنحتاجوا 60 مللتر من الماء يكون سخون، غنحتاجوا 125 غرام من كل من سنيده والزبده والعسل، غنحتاجوا خماره بيضاء الفاني او لا يمكن لكم تستعملوا ملعقه صغيره من يعني من مستخلص الفاني اذا كان عندكم، غنحتاجوا خماره حمراء ومعلقه صغيره من الخل، غنحتاجوا معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره من سكينجبير وثلث ملعقه صغيره من الجوزه محكوكه، غنحتاجوا هنايا جوج معالق كبار من القهوه سريعه الذوبان، غنحتاجوا بيضه واحده، وغادي نحتاجو يعني تقريبا 400 غرام من دقيق الفرز وكيبقى على حسب الخليط. بالنسبه يعني للطليه اولا يعني الخليط اللي غادي نزينو به الغريبه ديالنا، فاحنا غادي نحتاجو هنايا السكر كلاصي وغادي نحتاجو الحليب. اذا بالنسبه للطريقه، فاول مرحله كنديروها هنايا هو اننا كنزيدو الماء السخون وكنضيفو ليه القهوه ديالنا وكنديروهم على نار مهيله وكنتسناو حتى ينسجموا. اذا هنايا من بعد ما يعني طلقات لنا القهوه في الماء، غادي ندوزو غادي نزيدو سنيده ثم الزبده، كنذكر بانهم 125 غرام من كل وحده منهم، ونزيدو العسل. بالنسبه للعسل يعني اي نوع كان متوفر يمكن لكم تخدموا به، انا هاد العسل هذا كنت صاوبته. الا كنتو باغيين الوصفه يعني خليوها لي في التعليق، نحط لكم الوصفه ديالو. هنايا غادي نخلط مزيان وغنرد الخليط ديالي على العافيه حتى كينسجموا جميع المكونات وكتذوب الزبده، ونشوفوا التتمه ديال الوصفه. اذا هنايا من بعد ما تخلطت لي جميع المكونات، فانا غنخلي لهذا الخليط كامل انه يبرد شي شويه، عاد من بعد غادي ندوزو وغادي نديرو في اناء ونزيدو عليه باقي المكونات. اذا هنايا من بعد ما يعني خلينا الخليط ديالنا تبرد، فاحنا كنخويه في واحد الاناء كنزيدو عليه هنايا كل القرفه والسكينجبير والجوزه، ونستمروا في التحرير. غندوز هنايا وغنزيد الفاني، ونحرك دائما حتى تنسجم جميع المكونات. هنايا غندوز ندير الخماره ديالي في المعلقه ديال الخل، يعني نذوبهم بجوج وعاد نزيدو. هذا الشكل هذا، وغادي نزيدها على الخليط ديالي. نخلط دائما، هنايا يعني داك المزج ما بين القهوه وما بين التوابل كيطلق واحد الرائحه جد رائعه. غنزيدو هنايا البيضه وغادي نحركو بسرعه. هنايا غادي نبداو نزيدو في الطحين ديالنا يعني شويه بشويه، نزيدو على مراحل، هنا ماشي بالضروره تلتزموا يعني بالمقياس ديال الدقيق. غادي نبداو نعجنو حتى نحصلو على عجين لين ومتجانس، وعاد غادي نحبسو، يعني قد يكون قل او اكثر من 450 غرام. اذا انا هنايا غنستمر في التخلاط وغادي نبدا نزيد الطحين حتى يتجمع معايا العجين، وغندوز باش نوريكم كي كيجي يعني القوام ديال العجين ديالي. اذا هنايا من بعد ما كنكون يعني ضفت القياس ديالي من الدقيق، بالنسبه لي انا هنايا استخدمت نيت 420 غرام بالضبط، فكي كتشوفوا هكذا خصو يجي القوام ديال العجين، فما كيبقاش يتلصق في اليدين بهذه الطريقه هذه.
غادي ندوزو الان وغادي نشكلوه، فغنجيب اللاطه ديالي. دونك اللاطه اما كتكونوا يعني درتو لها بابي دو كويسون اولا دهنوها بشويه الزيت او يعني بشويه ديال الدقيق. اذا هنايا باش نشكلوا الكرات ديالنا، فاحنا كناخذوا يعني تقريبا قياس معلقه وكنبداو نكوروه في اليد ديالنا على هذا الشكل. هذا حنا غادي نخدموا بالمعلقه باش يجيونا جميع الكريات متساويه. غادي نعاود نوريكم يعني تقريبا هذا القياس. هذا كي كتلاحظوا العجين فكيكون القوام ديالو جيد، يعني كيكون مسعفنا في يدينا ما تيلصقش بهذه الطريقه هذه. اذا هنايا من بعد ما درت الدفعه الثانيه ديال العجين ديالي في الفرن باش طيب، غادي ندوزو وغادي نوجدو الطليه ديال الغريبه، هي اللي غادي نديروها لها من الفوق. يعني غنزيدو عندنا ميزاننا على حسب الخليط، وغنبداو نزيدو في الحليب حتى ينسج منا السكر كلاصي بهذه الطريقه هذه. وغنبدا نخلط بالنسبه لي هنايا، ونزيد شويه ديال السكر كلاصي مازال، يعني هي كيخصها تجي شويه ثقيله هاد الطليه هادي ديال الغريبه، يعني كيجي تقريبا القوام ديالها بحال الطليه ديال المخبز الجزائري. اذا هنايا كيف كتشوفوا فالقوام ديال الطليه كيكون بحال هكذا، يعني ما هو جالي ما هو عاقد بزاف. اذا من بعد ما سالينا التطيب ديال العجين ديالنا كامل، يعني كاع الكريات وجدوا عندنا، ومن بعد ما وجدنا الطليه غادي ندوزو لاخر مرحله، هي اننا ندهنوا يعني الكريات ديالنا بالطليه بهذه الطريقه هذه. يجي الشكل ديالها هكذا، غادي نتسناو عليها حتى تنشف. نفس الشيء بالنسبه للكره الثانيه. اذا غنصم بهذه الطريقه هذه تنسالي جميع الكريات اللي عندي. بعد ما كنساليو التزيين ديال الغريبه ديالنا، فهذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي ناخذ واحد الحبه وغادي نوريكم كيف كتجي من الداخل، يعني فهي كتكون هشيشه بزاف، غنحاول نقرب ليكم. كتكون هشيشه بزاف وكذلك متماسكه، وكذلك المذاق يعني كيجي رائع، لان لا كومبينيزون ديال القرفه والسكينجبير وديال الجوزة، يعني لا كومبينيزون ديال هاد التوابل هادي مع القهوه تعطيها مذاق جد 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 هائل. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الرد ديالكم عليها في التعاليق. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، الى عجبتكم المرجو الضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش توصلوا بكل جديد. خليتكم في امان الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.